بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي نظام الثلاث والخمس سنوات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع مادة جديدة من مواد التخصص، وهي مادة الرسم الفني أو الباترون أو نماذج الملابس وتدريجها. في بداية حلقتنا كده إن شاء الله نحب نعرف المنهج بتاعنا السنة دي في سنة تالتة عبارة عن إيه، أو كل ما يخص ملابس النساء أو الأجزاء الأساسية لملابس النساء. إزاي نقدر نعرف نعمل باترون خاص بالبلوزة، إزاي نقدر نعمل باترون خاص بالفستان، إزاي نقدر نعرف نعمل البيجامة سواء كان بالباترون المسطح أو البنطلون الخاص بيها، إزاي نقدر نعمل جاكيت، وهكذا نوعيات مختلفة من منتجات الخاصة بملابس النساء. في بدايتنا كده نحب نعرف، أنا عشان أعمل الباترون بتاعي لازم يكون عندي مقاسات خاصة بالشخص اللي قدامي، وإلا مش هقدر أعمل الباترون الخاص بي. يعني أنا باخد مقاسات معينة أو أرقام معينة بحولها بقوانين أو بأساليب مختلفة تبقى أبعاد ثنائية، يعني بحول البعد الثلاثي للجسم إلى بعد ثنائي عبارة عن خطوط طولية وخطوط عرضية. طيب أنا علشان أخد المقاس لازم يكون في بعض الشروط أتبعها وأنا باخد المقاسات. هنعرف كده مع بعض، نشوف مع بعض. أول حاجة شروط أخذ القياسات، هما خمس شروط بسيطة جدا معايا. أول حاجة بيقول لي ارتداء ملابس خفيفة عند أخذ القياسات. طيب ده أنا هستفاد منه إيه؟ بيقول لي والله انا لما هاجي اخد المقاسات بتاعتي لو انا لابس تحتيها او لابس لبس كتير هيطلع المقاس بتاعي مش مظبوط، يعني يا اما هيطلع اكبر مني، لكن لو انا شديت بطريقه اخذ المقاسات او اثناء اخذ القياسات هتبقى المقاسات بتاعتي اصغر من القياس بتاعي الحقيقي، يبقى انا ما اقدرش البس تحتيها. او انا باخد المقاسات بتاعتي ما ينفعش البس مقاسات، ما ينفعش البس معلش ملابس كتيره، يبقى لازم يكون الملابس خفيفه. طب امتى البس ملابس كتيرة؟ في حالة لو انا هعمل جواكت او بلاطي شتوي، ففي الحالة دي احنا بنبقى عارفين ان احيانا كتير بنبقى لابسين تحتيها بلوفر او اكتر، ففي الحالة دي بعمل الحساب بتاعي ايه اللي انا هلبسه تحت المنتج اللي انا عايز اعمله الباترون بتاعه ده. يبقى اول حاجة ارتداء ملابس خفيفة عند اخذ القياسات. تاني حاجة عندي الوقوف بدون حذاء وفي وضع معتدل تماما. الوقوف بدون حذاء طيب برضو هستفاد منه ايه؟ علشان خاطر لو انا لابسة كعب عالي وجيت اخدت المقاس بتاعي، جيت بعد كده وانا خارجة بعد ما انتجت المنتج بتاعي عملت له الباترون وقصيته وخيطته وجيت البسه، لو انا ملبستش نفس الكعب ده هلاقي المنتج عليا طويل. طيب لو انا جيت اخدت، لو انا هعمل مثلا ملابس سواري، طيب وجيت اخدت المقاسات بتاعتي، المفترض ان الملابس السواريهات بنلبس معاها كعب او يعني حاجه كده مرتفعه شويه، لو جيت في الحاله دي اخدتها وانا لابس حاجه فلات او حاجه مسطحه على الارض واخدت مقاس طول المنتج بتاعي لو كان فستان او لو كان جونيلا، هيطلع لما اجي البس معاه الكعب هيطلع الطول بتاعي قصير. يبقى لازم اراعي نوع المنتج اللي انا باخد المقاسات بتاعه وهلبس معاه ايه، يا ترى هلبس معاه كعب عالي او هلبس معاه حاجه مسطحه احذيه ارضيه خالص، فلازم اراعي الكلام ده. يبقى انا لو هعمل، خلينا مبدئيا دلوقتي بنتكلم على الملابس الفتره الصباحيه او الملابس الكاجوال، فاحنا الكل بيبقى لابس حاجات مسطحه او فلات على الارض، ففي الحاله دي احنا بنبقى محتاجين يكون اللي هناخد له المقاسات بتاعته يكون واقف بدون احذية. حاجة كمان بيقول لي عليها ان هو يكون معتدل تماما. يعني ايه معتدل تماما؟ يعني الشخص اللي انا هاخد المقاسات بتاعته ده يكون واقف ايديه جنبه، رجليه الاثنين مضمومين جنب بعض، يعني زي ما بنقول كده وقفة الانتباه اللي هي الخاصة بالناحية العسكرية شوية، يبقى وقفة الانتباه اللي هي الوقفة المعتدل، ما يبقاش واقف باين. طب انا لو واقف الشخص ده واقف مايل هتبقى الابعاد بتاعتي اللي انا هاخد المقاسات بتاعتها هتطلع معايا غلط، هيبقى في مقاس مش مظبوط، فهيطلع لي بالتالي الباترون مش مظبوط، ولما هاجي هنفذ مش هيكون الشكل الملائم على الجسم اللي انا اخدت له المقاسات بتاعته. يبقى اول حاجه قلنا ارتداء ملابس خفيفه، تاني حاجه قلنا الوقوف بالقدمين وهي حافيه، وطبعا ده بيكون في الملابس زي ما اتفقنا الكاجوال او الفتره الصباحيه، ده بيختلف عن ملابس السواري وعرفنا ليه، وقلنا لازم يكون اللي انا هاخد المقاسات بتاعته يكون واقف وقفه معتدله، يعني رجليه الاثنين مضمومين وايديه الاثنين جنب منه.
تالت شرط من الشروط اللي عندي وانا باخد المقاسات بتاعتها بيقول لي يربط شريط حول الخصر. الخصر طبعا احنا كلنا عارفين ان هو الوسط، يربط شريط حول الخصر لضمان دقة اخذ القياسات الرأسية. يعني ايه الكلام ده؟ احنا لما الشخص اللي انا هاجي اخد له المقاسات بتاعته لازم في منطقة الوسط كده اللي هي اضيق منطقة في الجسم عندي او اقل منطقة في الجسم عندي، المنطقة دي ما بيبقاش فيها عظم، بتبقى هي الجزء الداخل من الجسم، فانا محتاج احدده علشان ما يتوهش مني. ببقى جايبة شريط سواء كانت مزورة قديمة او شريط من نوع قماشة او حزام عندي، المهم ان اي حاجة تتلف حوالين منطقة الوسط دي علشان خاطر تحدد لي المكان بتاعه. طب انا لما احدده هيفيد لي في ايه؟ في بعض المقاسات لما هنيجي نشوف بناخدها ازاي، انا محتاج مثلا اعرف طول الظهر، فطول الظهر ده بيبقى من الرقبة لحد الخصر. طب فين مكان الخصر او فين مكان الوسط؟ هو هنا الشريط ده بيحدده لي. طب والله انا عايز اعمل بنطلون او جيبة، البنطلون او الجيبة طبعا لما بنيجي نلبسه بنبقى من اول الوسط لحد الرجلين تحت، طب فين مكان الوسط؟ يبقى الشريط ده هو اللي بيحدد لي منطقة الوسط. يبقى في الحالة دي وضع الشريط على منطقة الوسط بيساعدني في ضبط الاطوال اللي انا هاخدها او قياسات الاطوال اللي انا هاخدها. رابع شرط معايا وانا باخد المقاسات بيقول لي استخدام شريط القياس. شريط القياس اللي هو المزورة بتاعنا اللي هو ده، تمام كده، هو ده شريط القياس بتاعنا او المزورة، تمام. بيقول لي استخدام شريط القياس او المزورة من نوع جيد غير مطاط. يعني ايه من نوع جيد غير مطاط؟ يعني يكون سليم، ما يبقاش انا اتشد كده من كتر الاستعمال او حد طول ما هو قاعد كان عمال يلعب فيه فبنلاقي مط ما بقاش مظبوط. ففي الحالة دي هو هيطلع لي ابعاد الجسم او القياسات اللي انا قستها مش مظبوطة، ما هو لما اتمط بيطلع لي المقاس اضيق. هيجي لما يتطبق على رسم البطرون وطبيعي يتنفذ على القماش هيطلع المقاس بتاعي اضيق من مقاساتي الطبيعية. خلاص كده يبقى احنا لازم نراعي استخدام شريط القياس او المزورة يكون غير مطاط، يعني ما يكونش اتمط او الابعاد بتاعته اتغيرت، تمام. خامس شرط عندي من شروط اللي لازم احطها في الاعتبار بتاعي وانا باخد قياسات الجسم او ابعاد الجسم هي قياس محيطات الجسم. بيكون ازاي بقى؟ بيقول لي بلف شريط القياس. اتفقنا شريط القياس ده اللي هو المزورة، يبقى لف شريط القياس في خطوط مستقيمة أفقية. يعني ايه خطوط أفقية؟ خطوط أفقية يعني بالعرض موازية لخط الأرض، ده الخط الأفقي كده وده الأرض بتاعتي، يبقى الخط موازي للأرض. يبقى الخط الأفقي هو الخط الموازي للأرض، أما الخط الرأسي اللي هو خاص بالأطوال ده كده عمودي على الأرض، ده كده عمودي على الأرض. يبقى تاني قياس محيطات الجسم بلف شريط القياس في خطوط مستقيمة أفقية. ها ايه بقى؟ بدون شد، يعني ما شدش جامد وانا باخد المقاس اقول انا عايز اضيق المقاس عشان يطلع الشكل كويس. طب ما هو لو طلع ضيق مش هيبقى مقاس الشخص اللي انا بعمله، تمام. يبقى انا لما اجي الف المزورة حوالين الجسم كده حوالين المحيطات، المحيطات اللي هي الدورانات بتاعت الجسم سواء كان محيط الرقبة محيط الصدر الوسط الأرداف، هي دي المحيطات الدورانات اللي أنا بلفها بلف المزورة حوالينها عشان أخد قياسها. فبيقول لي لما أجي أخد القياس بتاعها ما شدش، ما ضيقش المقاس قوي عشان أبين إن الشخص اللي قدامي رفيع أو هعمل له المنتج بتاعه صغير، لا خالص. أنا لو عملت الطريقة دي يبقى لما يجي يتنفذ ويجي الشخص ده يلبسه مش هيطلع مناسب ليه، يا اما هيطلع اضيق منه مش هيبقى مقاسه، يا اما هيلبسه ويبقى مظبوط بس مع الحركه لازم هيحصل فيه قطع يبقى مش هيبقى مناسب ليه. خلاص كده يبقى قياس محيطات الجسم بلف شريط القياس في خطوط مستقيمه افقيه دون شد حول الاماكن المستديره في الجسم بحيث يكون الشريط موازي للارض، تمام كده. يبقى احنا كده اول حاجه عرفناها مع بعض شروط اخذ القياس. شروط اخذ القياس، انا علشان اخد مقاسات الشخص اللي قدامي اللي انا عايز انتج له البطرون بتاعه او انفذ له المنتج بتاعه لازم اراعي خمس نقط. قلنا اول حاجه لما اجي اخد القياس تكون الملابس او الشخص اللي قدامي ده يكون لابس او مرتدي ملابس خفيفه. تاني حاجه تكون القدمين حافيه، تمام، او بدون حذاء، ويكون كمان الوقفه معتدله. وعرفنا يعني ايه الوقفه معتدله، يعني الرجلين مضمومين لبعض والايدين ملاصقين للجسم.
يبقى اول حاجة ملابس خفيفة، تاني حاجة الحذاء بدون حذاء ويكون الوقفة معتدلة، تالت حاجة قلنا عليها قلنا القياسات بتاعتي سواء اللي هي المحيطات لازم تكون الدورانات اللي انا هاخدها ما تكونش مشدودة تمام، وتكون موازية لخط الارض تمام. جينا اتكلمنا بعد كده الشرط من الشروط اللي انا لازم اراعيها ان انا لما اجي استخدم المزورة ما اكونش المزورة بتاعتي مطة، يعني اتلعب فيها طول ما حد كان قاعد كان عمال يشد فيها او من كتر الاستخدام مطت، ففي الحالة دي بتطلع لي القياسات او ابعاد الجسم اللي انا هاخدها بتكون مش مظبوطة. هنيجي نشوف مع بعض كده الشكل ده قدامنا اللي هو بيوضح لي المفترض يكون الشخص اللي مطلوب اخذ قياساته بيكون واقف ازاي زي ما احنا شايفين معانا. هو طبعا مش هتكون الملابس خفيفة بالطريقة دي، بس هو المتعارف عليه بيكون الملابس خفيفة، الوقفة بتاعتي وقفة معتدلة زي ما انتم شايفين كده، الرجلين مضمومة والايدين ملاصقة للجسم، الوجه بيكون مواجه ليا يعني مش موطي، مش بيبص معايا وانا باخد القياس او كده زي ما انتم شايفين. لو انا طبعا عند حد بياخد لي المقاسات هو هنا يعني مرتدي الحذاء اللي هو المسطح اللي هو هيلبسه اثناء ما يكون هيلبس المنتج اللي انا هنفذه له تمام كده. يبقى اول حاجة اخدناها كانت شروط اخذ القياس. هنيجي بعد كده نعرف ايه هي قياسات ابعاد الجسم. يعني ايه قياسات ابعاد الجسم؟ هي المقاسات اللي انا باخدها للفرد علشان خاطر اقدر اعمل له الباترون. المقاسات دي عبارة عن محيطات، عبارة عن اطوال، عبارة عن عروض. يعني ايه الكلام ده؟ المحيطات اللي هي زي ما اتفقنا ولسه قايلين اللي هي الدورانات، دوران او محيط الرقبة، محيط الصدر، الوسط، الارداف، وفي كمان محيط اعلى الذراع، المنطقة بتاعت الدراع دي محيط اعلى الذراع اللي هي عند العضلة تمام. دي المحيطات اللي احنا محتاجين نقيسها. طيب في اطوال؟ عندي اول حاجة طول الكتف، عندي طول الظهر، عندي الطول الكلي للمنتج، عندي طول الجنب، عندي طول الحجر، عندي الطول من الخصر للارداف وده اللي هو طول الجنب، عندي الطول من الخصر للركبة لو انا هعمل مثلا جيبة او فستان قصير، عندي الطول من الوسط للارض وده برضو هستخدمه لو انا هعمل جيبة او بنطلون طويل وهكذا. طب في عندي عروض؟ في عندي عايزه محتاج عرض الصدر، محتاج عرض الظهر. طيب في عمق ممكن اقدر احتاجه؟ عمق الابط هو نوع من انواع الاطوال بس هنشوف بيتاخد ازاي لما نيجي نوضح مع بعض في الصوره. هنشوف كده مع بعض ايه هي القياسات اللي انا ممكن احتاجها وانا بنفذ المنتجات بتاعتي، او محيط الرقبه، الصدر، الخصر، الارداف، عرض الظهر، عرض الصدر، طول الكتف، طول الظهر، طول الجنب وممكن اسميه الطول من الخصر للارداف الاثنين بنفس المعنى، عندي طول الحجر وليه مسمى تاني اللي هو ارتفاع الجسم، عندي عمق الابط، عندي طول الكم، محيط الذراع، محيط الرزغ، وفي عندي حجم بنسة الصدر دي اللي هنستخدمها في الكورساج اللي هنشتغله مع بعض ان شاء الله النهارده. طيب القياسات دي باخدها على الجسم ازاي؟ بصوا حضراتكم انا عندي هنا شخص واقف او سيدة بقى من الامام ومن الخلف. اول حاجة عندي محيط الرقبة، محيط الرقبة زي ما اتفقنا هو دوران، دوران يعني بيلف معايا في منطقة الامام والخلف تمام كده، يبقى بيجي بيلف حوالين الرقبة. طيب بيمر معايا من فين؟ زي ما انتم شايفين كده من الفقرات العنقية الظهرية اللي موجودة ورا هنا، بيلف معايا الشريط لحد قدام عندي عند عظمة الترقوة، العظمة اللي موجودة في قدام اعلى منطقة الصدر هنا، بيبقى عندي عظمتين دول اللي احنا بنسميهم عظمة الترقوة. يبقى اول حاجة محيط الرقبة هو التفاف شريط القياس حوالين الرقبة مرورا بالفقرات العنقية بالخلف وعظم الترقوة في الامام. طيب عندي ايه تاني ممكن اخده؟ عندي محيط الصدر، محيط الصدر برضو نفس الحكاية، او ادام قلت محيط يبقى بيلف معايا الجسم كله يعني من الامام ومن الخلف. شايفين حضراتكم هو معايا اهو معدي من ورا، منعدي من ورا ومن على عظمة اللوح اللي هو الارتفاع اللي موجود عندي ورا في الجسم، بتنزل الماسورة او بتيجي المخزورة من تحت الذراع تمام، بتمر معايا في الامام اهو على اعلى ارتفاع موجود في الامام. يبقى طريقة اخذ قياس محيط الصدر هو مرور المزورة حوالين الجسم
فين؟ في عظمة اللوح من الخلف إلى أسفل الذراعين، ومرورا بأعلى ارتفاع موجود في منطقة الأمام. طيب عندي محيط تاني، عندي محيط الخصر أو محيط الوسط، وزي ما اتفقنا احنا من الأول رابطين شريط حوالين المنطقة دي علشان يحددهولي، هو برضو أداة محيط، يبقى بيلف معايا من الخلف والأمام، ودي بتكون زي ما انتوا شايفين كده في أضيق منطقة موجودة في الجسم، أهي بتمر معايا برضو للأمام. طيب عندي محيط تاني برضو، عندي محيط الأرداف. محيط الأرداف وده بيبقى على أعلى ارتفاع برضو، مرورا بأعلى ارتفاع موجود في الخلف، وأعلى برضو ارتفاع موجود في الأمام، يعني ممكن أرفع شوية على منطقة البطن بحيث إن هو برضو في نفس الوقت يكون موازي لخط الأرض. طيب لو أنا مش عارف مكانه، ممكن يكون تحت منطقة الوسط بحوالي يعني من 20 ل 21 سنتي، بيبقى هو ده المكان المحدد ليه. تمام، يبقى محيط الأرداف برضو بيمر معايا على الجسم من أعلى ارتفاع موجود في الخلف للأمام، ممكن أرفعه سنة لو الشخص اللي قدامي عنده ارتفاع في البطن شوية، برفع المزورة في منطقة الأمام على منطقة البطن شوية، ولازم أكون مراعية إن الخطوط زي ما انتوا شايفين كده المحيطات بتكون موازية معايا لخط الأرض تحت. تمام، طيب هنيجي نشوف بعد كده. عندي عرض الظهر. عرض الظهر ده ممكن اخده ازاي؟ شايفين فاصل الدراع، هو طبعا بيتاخد من الخلف، ادام الظهر يبقى من الخلف. شايفين حضراتكم فاصل الدراع مع الجسم هنا ناحية اليمين، بيعدي معايا على عظمة اللوح ورا، كمل معايا لفاصل الدراع مع الجسم في الناحية التانية، يبقى من اليمين للشمال مرورا بعظمة اللوح. تمام كده، اللي هو الارتفاع اللي موجود عندي في الخلف، ارتفاع العظميتين اللي موجودين عندي في الخلف، يبقى من فاصل الدراع مع الجسم جهة اليمين مرورا بعظام اللوح الى فاصل الدراع مع الجسم ناحية اليسار، الكلام ده بيكون في الخلف، يبقى ده بالنسبة لي عرض الظهر. طيب في قصاده في الامام عرض الصدر. عرض الصدر برضو نفس الفكرة، بس المرة دي هو بيتاخد من الامام، من فاصل الدراع مع الجسم جهة اليمين اهو ماشي معايا بالعرض لفاصل الدراع مع الجسم جهة اليسار. طب لو انا مش عارف احدد مكانه، ممكن اقول ان انا بنزل من تحت عظمة الترقوة بتاعة الرقبة لتحت كده مسافة من 7 ل 10 سنتي، وده بيكون المكان اللي بيتحدد لي اللي انا هاخد من عنده عرض الصدر. تمام كده، هاجي بعد كده لقياس تاني، هو طول الكتف. اهو طول الكتف ده بيبدأ معايا من فين؟ زي ما انتوا شايفين اهو، من فاصل الكتف مع الرقبة او فاصل الجسم مع الرقبة اهو ماشي معايا لفاصل الدراع مع الجسم، شايفين حضراتكم كده معايا. يبقى طول الكتف بيتقسم من فين لفين؟ من مكان تواصل الرقبة مع الجسم، ادي النقطة هنا اهي، ماشي معايا لتواصل او التصاق الذراع مع الجسم، يبقى ده طول الكتف. طيب في حاجة عندي كمان، عندي هاخد طول الظهر. طول الظهر خليكم فاكرين ان انا علشان احدد الاطوال كنت رابطة شريط حوالين الوسط، فطول الظهر بيتاخد من الخلف، من العظمة اللي موجودة عندي فوق في عظمة العنق اللي موجودة في الرقبة من فوق، بتنزل معايا خط مستقيم، خط مستقيم عمودي رأسي، يعني عمودي على خط الارض. تمام، يبقى من الرقبة في الخلف الى خط الوسط، يبقى طول الظهر بيتقاس من فين؟ بيتقاس على منطقة من الخلف بتاع الجسم، من العظمة اللي موجودة ورا على الرقبة، لما بتني رقبتي كده لقدام بحس ان في عظمية موجودة عندي ورا. تمام، فهو من العظمة اللي موجودة، عظمة العنق اللي موجودة في الخلف، بينزل لأسفل لحد خط الوسط، وبقيس الطول ده بيكون عندي طول الظهر. طيب عندي قياس تاني، عندي طول الجنب. طول الجنب بيتقاس من فين؟ زي ما احنا اتفقنا ان اللي بيساعدني في قياس الاطوال ربط الشريط حوالين الوسط، طول الجنب بيتقاس عندي من خط الوسط لاعلى ارتفاع موجود في الجنب، احنا بنقيسه من الجنب، بنقيسه من الجنب، من خط الوسط ل يعني اللي بنقول عليه الخط الموازي لخط الارداف، المسافه دي قد ايه؟ من الوسط للارداف، بس من جنب الجسم، من جنب الجسم، يبقى بعدي على الارتفاع اللي موجود في جنب الجسم، من الوسط للأرداف. تمام كده، والمسافة دي في أغلب الأحيان بتبقى من ما بين 20 ل 22 سنتي في معظم الأجسام يعني.
تمام، يبقى طول الجنب بيتقاس، او احنا بنسميه الطول من الخصر للارداف، بيتقاس من على جنب الجسم من الوسط لحد اعلى ارتفاع موجود في الجنب بيكون موازي لخط الارداف. طيب عندي قياس تاني اقدر اقيسه، طول الحجر او اللي سميناه ارتفاع الجسم، وده علشان خاطر يتقاس افضل قياس ليه بيكون والشخص قاعد على كرسي، قاعد على كرسي بدون مسند، يعني ما يسندش ظهره لورا، كمان يكون الكرسي مش منجد، يعني يكون كرسي خشب كده مستقيم، بحيث ان اللي هقيسه يكون ظهره مفرود، اللي هقيس الحجر بتاعه طول الحجر بتاعه يكون الظهر بتاعه مفرود. طيب هيتقاس منين؟ برضو من خط الوسط لمكان جلوس الشخص على الكرسي، تمام كده. يبقى طول الحجر بيتقاس منين او ارتفاع الجسم بيتقاس من فين؟ من الوسط للكرسي الخشب اللي الشخص قاعد عليه، خلاص كده. يبقى ده طول الحجر او بنسميه ارتفاع الجسم. طبعا انا بستخدم طول الحجر ده لما باجي اعمل البنطلون، يبقى القياس ده بستخدمه لما اجي اعمل بنطلون او شورت او اللي شبه كده، لو جيب بنطلون او كان، فهو طول الحجر بستخدمه في ده. طيب هاجي احتاج بعد كده عندي عمق الابط. عمق الابط برضو بقيسه من الخلف، برضو من نفس الحكاية، من العظمة اللي موجودة، عظمة العنق اللي موجودة ورا، لما بوطي رقبتي لقدام بلاقي في عظمية ظهرت كده عندي في الرقبة من ورا، يبقى بقيس في الحالة دي عمق الابط من اول العظمية اللي موجودة في الظهر ورا. طيب لحد فين؟ شايفين حضراتكم انا لما ارفع الدراع بتاعي كده، نهاية الدراع بتاعي لو جيت عملت خط بالعرض كده، يبقى لحد هنا الطول بس، ده طول او عمق الابط. يبقى عمق الابط ده اللي هي بالنسبه لي بتبقى حرده الابط، حرده الابط اللي بتبقى موجوده في المنتجات بتاعتي. طيب انا عايزها تبقى مريحه بالنسبه لي، يعني ما تضايقنيش، فبعمل حسابي ان انا برفع دراعي وبشوف تحت الدراع بتاعي المنطقه دي موجوده فين، وبمشي بخط وهمي كده بالعرض لحد ما اوصل للعمود الفقري بتاعي، وبقيس من عظمه العنق اللي موجوده ورا لحد الاتساع بتاع حردة الإبط اللي أنا عايزه، تمام كده. يبقى ده بالنسبة لي ده عمق الإبط. طب في قياس تاني عندي عايزه، عايز طول الكم، تمام. طول الكم ده هقيسه والدراع مفروض بيقول لي لا، شايفين حضراتكم كده والدراع متني معايا، الدراع متني معايا. طب هيفيدني في ايه الدراع متني؟ بيقول ان لما باجي احيانا كده بنشتري حاجات من بره واجي ارفع دراعي واجي استخدم ايدي في اي حاجه بلاقي الكم بتاعي قصير، فانا مش عايز اوصل للمرحله دي، فانا علشان ما يبقاش الكم بتاعي اثناء الحركه بيبقى قصير او بيترفع مني، لما باجي اخد قياس طول الكم او طول الدراع بتاعي بتني دراعي شويه زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. طب بيتقاس من فين؟ من فاصل الدراع مع الجسم مرورا بعظمة الكوع لحد منطقة الرزغ اللي موجودة فوق، الموجودة تحت هنا، أو المعصم، يبقى الرزغ أو المعصم. يبقى من فاصل الدراع مع الجسم اللي موجودة عندي فوق أهي مرورا كده بعظمة الكوع لحد المعصم أو لحد الرزغ بتاعه، في الحالة دي بحدد الطول بتاع الذراع أو طول الكم بتاعي. طيب في قياس تاني هحتاجه، لسه قايلين اهو، محيط أعلى الذراع. برضو باخده وانا تاني دراعي علشان تبين العضلة او اكبر جزئية موجودة عندي في الدراع، فبتبان وانا تاني دراعي عندي عضلة كده موجودة في المنطقة دي، وبلف المزورة حواليها، ولازم الف المزورة بحيث ان هي تكون مريحة معايا، يعني مش مشدودة، تمام. يبقى بلف المزورة حوالين الذراع في اعلى منطقه اللي هي في منطقه العضله، وبلف المزوره كده يمين وشمال شويه بحيث ان هي تبين لي ان هي مرتاحه اثناء القياس، يعني بعد كده في الحركه لما هاجي استخدم الكم بتاعي مش هيكون ضيق عليا، بلف حوالين الذراع، وفي الحاله دي بقدر اوصل للمحيط اعلى الذراع بتاعي. طيب في اطوال تانية بنحتاجها، قلنا في عندي مثلا الطول من الخصر للركبه، وهو زي ما احنا شايفين كنا رابطين برضو شريط حوالين الوسط زي ما اتفقنا، بقيس بالمزوره من منطقه الوسط لحد الركبه، تمام. ده في حاله مثلا لو انا عايز اعمل جيبه قصيره او فستان قصير او غير كده يعني، فبقيسه من الوسط لحد الركبه. في قياس تاني احب اقيسه، بقيس الطول من الخصر او من الوسط للارض، تمام. وده لما احب اعمل البنطلون او الجيبه الطويله او الفستان الطويل، بقيس برضو نفس الحكايه من منطقه الوسط اللي هو الشريط اللي مربوط عندي حوالين الوسط لحد الارض تحت.
وزي ما انتوا شايفين كده برضو الشخص اللي احنا بناخد القياسات بتاعته واقف بدون حذاء، او اذا كان بيكون الحذاء الارضي خالص زي ما اتفقنا، او لو هيعمل ملابس سواري بيلبس مقدار الكعب اللي هي هتستخدمه لما تلبس المنتج بتاعها. طيب في قياس تاني ممكن اقيسه، عندي محيط اسفل الارجل، وده بحتاجه لما احب اعمل مثلا بنطلون باستيك او غير كده، فببقى محتاج اقيسه. خلاص كده يبقى انا بالنسبة لي قدرت اعرف معاكم اول حاجة شروط اخذ القياس، وعرفنا ان انا عندي 5 شروط محتاجهم لازم اراعيهم وانا باخد القياس. قلنا الملابس تكون خفيفة، قلنا الوقفة تكون معتدلة، قلنا يكون بدون حذاء، او لو المنتج بتاعي هيبقى محتاج معاه كعب او حاجة بلبس مقدار الكعب اللي انا محتاجه علشان يطلع الطول بتاع المنتج مناسب للحذاء اللي انا هلبسه معاه. قلنا المزورة بتاعتي ما تكونش تكون من نوع جيد وما تكونش مطاطة. قلنا ان المحيطات بتاعتي لازم اقيسها، دورانات بخط افقي تكون موازية لخط الارض، ونفس الحكاية في الاطوال تكون خطوط رأسية عمودية على خط الارض. تمام، نيجي بقى بعد كده نشوف مع بعض مفهوم مقاسات الملابس. يعني ايه مقاسات الملابس؟ نشوف كده مع بعض. بيقول لي اول حاجة هو رقم بيعبر عن محيطات وارتفاعات واطوال قياسات جسم ما، زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي ولسه واخدين مع بعض القياسات بتاعة الجسم. انا اتفقت معاكم ان احنا عايزين ننفذ منتج معين، علشان انفذ المنتج ده للشخص اللي قدامي لازم اخد له المقاسات. المقاسات كنا اللي احنا لسه واخدينها كانت عبارة عن ايه؟ محيطات اللي هي الدورانات، اطوال اللي هي الخطوط الطولية العمودية على الارض، وكان في عروض عندي، وكان في زي ما اتفقنا كده الارتفاعات، زي ما قلنا ارتفاع الجسم اللي هو كان الجزئية الخاصة بالحجر. يبقى في الحالة دي هو رقم بيعبر عن محيطات وارتفاعات واطوال قياسات جسم ما. تاني حاجة بيقول لي يرمز له برقم يسمى المقاس. ازاي مثلا؟ والله انا رايح اشتري منتج من احد المحلات، بيقول لي انت عايزة مقاس كام؟ مقاس كام ده على حسب الرقم، والله 36 38، احيانا بقول له لا سمول ميديوم لارج. هو الرقم ده بالنسبة لي ده بيعبر عن مقاسات او قياسات معينة للجسم، ببقى انا عارف ان قياسات الجسم الخاصة بيا مقاسها كذا او بيرمز لها بالرقم كذا. على حسب بقى هنشوف بعد كده في نوعيات مختلفة من مسميات المقاسات، زي ما قلنا في 36 38 وهكذا، في سمول ميديوم لارج، في مسميات تانية هنعرفها مع بعض. يبقى في الحالة دي يبقى أول حاجة رقم بيعبر عن محيطات وارتفاعات وأطوال قياسات جسم ما، تاني حاجة بيرمز له برقم يسمى المقاس. طب زي ايه المقاس؟ اهو زي ما قلنا في عندي 34 36 وغيره، في عندي 8 10 12 وهكذا، في عندي سمول وميديوم ولارج وغيره اكس وطبعا وحاجات تانية. طيب زي ايه الكلام ده؟ اهو بيقول لي احنا ممكن نلاقي مقاس سمول بيوازي مقاس 4، هو نفس قياسات مقاس 34 في دول تانية، هو نفس مقاس 8 في دول تانية. يعني معنى كده ان كل رمز من ده ليه علاقة او تبع جدول قياسي خاص بدولة معينة. تمام، يعني مثلا المقاسات في الولايات المتحدة بتبقى 4 6 8 10 وهكذا، في أوروبا بيبقوا شغالين ب 4 34 36 38 وهكذا، في الإمارات المتحدة بتبقى 8 10 12 وهكذا. يبقى كل نظام دولة ليها مسمى للمقاس خاص بيها، وطبعا لازم بنراعيه في مصانع الملابس الجاهزة لما بتيجي تصدر المنتجات لدولة معينة، لازم بتراعي جداول القياسات اللي هي خاصة بيها، وهنعرف بعد كده ايه هي جداول القياسات. يبقى دي بالنسبة لي هي المسميات اللي بترمز لمقاسات جسم معين. زي ما انتوا شايفين برضو كده، تعالوا معانا نشوف الجدول ده. ادي مثلا كندا بنرمز لها 2 4 6، في دول تانية السمول، في دول تانية 4 6، زي ما اتفقنا ده جدول تاني. دخلت معانا استراليا ودخل معانا اليابان، شغالين بنظام تاني 5 7، يعني اليابان 5 7 9، استراليا 6 8 10 وهكذا. خلاص يبقى هي بتختلف من دولة لدولة. هنيجي رابع حاجة معانا هنعرف ايه هو مفهوم الجداول المقاسات القياسية اللي احنا بنسميها الجداول القياسية.
اول حاجه بيقول لي هي جداول دوليه او محليه. يعني ايه دوليه او محليه؟ يعني يا اما ليها علاقه بالتصدير كعام، يعني الجدول ده ماشي على جميع الدول، لو صنعت المنتج بالمقاسات الخاصه بالجدول ده اقدر امشيها في اي دوله من الدول، او جداول محليه بقول والله لا انا هصدر لدوله مصر بس، يبقى انا محتاج الجداول القياسيه الخاصه بمقاسات المراه المصريه ودي بجيبها من التوحيد القياسي وبمشي على الجدول ده، والله لا انا هصدر لدوله الولايات المتحده الامريكيه يبقى انا بروح اجيب جدول القياسات الخاص بيهم هم وبعمل لمقاساتهم هم الخاصه بيهم. لكن لو انا عامل المنتج بتاعي يتوزع على العالم ككل، في جداول دوليه هي بتبقى متماشيه مع جميع الأجسام اللي موجودة في العالم. يبقى هي جداول دولية أو محلية بتحتوي على مجموعة من قياسات الجسم البشري، زي ما احنا لسه قايلين قياسات الجسم البشري سواء كان محيطات أو أطوال أو ارتفاعات، مرتبة بطريقة منظمة تمام للتعبير عن مقاسات الملابس ذات الطابع المشترك في مجموعة قياساتها. يعني ايه الكلام ده؟ مقاسات الملابس ذات طابع خاص، يعني ممكن اقول والله في عندي جدول قياسات خاص بنوع معين من منتجات الملابس، يعني الجدول ده اقدر استخدمه لو انا هعمل البلوزات الحريمي، الجدول ده هقدر استخدمه لو انا هعمل الفساتين الحريمي، الجدول ده هقدر استخدمه لو انا هعمل البنطلونات الحريمي، لا انا الجدول ده هستخدمه يعني خاص بالفتيات او بالاطفال من العمر كذا لعمر كذا، لا الجدول ده خاص بالرجال، لا الجدول ده خاص بمقاسات الملابس اللي اطوالهم من كذا لكذا. يبقى في على حسب الفئة اللي بينتمي ليها الجدول ده، يبقى ممكن على حسب نوع المنتج، على حسب الفئة اللي هتستخدمها، او على حسب الاطوال. خلاص كده يبقى اول حاجة عرفناها. تاني حاجة هنا بيوريني زي ايه الجدول ده، اهو لو قلنا سمول، سمول بالنسبة لي بيتناسب مع مقاس 34 و36، وادي مجموعة القياسات اللي موجودة سواء كانت المحيطات زي ما احنا شايفين، سواء كانت الأطوال، في عروض، في المفترض ارتفاعات، وفي حجم البنسة. ادي الميديم بيمشي معايا في مقاس 38 و40، الاتنين دول مع بعض ممكن يعملوا لي ميديم، وهكذا. زي ما انتم شايفين هتبقى هنشوف بعد كده الجداول دي، شايفين الارقام اللي فيها ماشيه بترتيب تصاعدي، يعني هنا كان محيط الصدر مثلا في مقاس 34 كان 80، هنا في مقاس 36 بقى 84، بعد كده 88، بعد كده 92. طب مش ملاحظين ان الفرق دايما ثابت معايا؟ يعني هنا 80 ل 84 الفرق 4 صح كده؟ طيب 84 المقاس اللي بعده كان 88 يبقى الفرق كام؟ 4. طيب نيجي اللي بعده 92 يبقى الفرق كام؟ 4. يعني معنى كده ان الزيادة بتتم تدريجيا بطريقة تصاعديه بمقدار ثابت. لو جينا برضو نشوف المقاس اللي بعده، ادي محيط الخصر مثلا 62، في المقاس اللي بيليه 66، يبقى الفرق كام؟ هنا 4، 66 بعديها بقى 70. تمام كده، يبقى احنا بنراعي دايما الفروق اللي موجود. تعالوا هنا نشوف في بنسة الصدر، هنا 25 في المقاس اللي بعده كان 26، يبقى الفرق هنا كام؟ 1. نيجي المقاس اللي بعده 27، يبقى بقى الفرق 1. شايفين؟ يبقى الترتيب هنا ترتيب تصاعدي للأرقام، والفروق اللي ما بين المقاس والمقاس اللي بيليه رقم ثابت. خلاص؟ هنيجي يعني نشوف اهو، هنا بيقول لي هي ترتب ترتيبا تصاعديا زي ما شفنا كده، بنبتدي بالارقام القليله وبعد كده بتزيد معايا المقاسات، تاخذ متوسط قياسات مجموعه من الافراد. يعني ايه؟ يعني انا علشان احط او اعمل الجدول القياسي ده سواء كان محلي او دولي، يعني لدوله معينه او لجميع الدول، هنبتدي مثلا لو الجدول ده محلي هنعمله لجداول النساء الخاص بالطول بتاعهم مثلا، وليكن اللي طولهم من 160 ل 170، هل انا اجيب فرد واحد او مرأة واحدة او اتنين او تلاتة بس اللي اخد عليهم المقاسات؟ لا، احنا بنقول ان احنا بنجيب القياسات دي من جميع محافظات الدولة، بنجمع مجموعة من النساء من كل محافظة اللي اطولهم من 160 مثلا وليكن ل 170، يبقى احنا محددين طول معين، وخدنا من المحافظة دي 10، من المحافظة التانية 10، واللي بعديها 10، خدنا القياسات بتاعتهم كلها وبنشوف متوسط القياس ليهم، متوسط القياس ليهم. يعني والله عدد العدد الأكبر كان محيط الصدر بتاعهم 102 مثلا، خلاص يبقى العدد الأكبر اللي محيط الصدر بتاعه جه 102، يبقى هنقول إن الجدول القياس اللي فيه الأطوال من 160 ل 170 يبقى محيط الصدر بتاعه 102.
خلاص كده. كان في مجموعة كان أقل، كان في مجموعة كان أكتر، لكن النسبة الأكبر كانت إيه؟ كانت 102. يبقى في الحالة دي هو ده القياس اللي إحنا أخدناه، هو ده متوسط القياس، العدد الأكبر اللي اتفقوا في قياس واحد. خلاص كده. يبقى تأخذ متوسط قياسات مجموعة من الأفراد. ده برضو بيتطبق على الجداول الدولية، بناخد مجموعة من النساء في كل دولة برضو اللي حددنا مثلا أطوالهم في الطول اللي هو من 160 ل 170، خلاص في كل دولة من دول العالم أو مثلا الدول الأوروبية. أنا هصدر لمجموعة الدول الأوروبية، فأخدنا من الدول الأوروبية كلها من كل دولة مجموعة من النساء اللي أطوالهم من 160 ل 170، وعملنا لهم أو أخدنا القياسات بتاعتهم اللي النسبة الأكبر اتفقوا فيها، هو ده القياس اللي احنا بناخده، هو ده القياس المتوسط اللي احنا بنحطه في الجدول، هو ده القياس اللي بيتناسب مع جميع الفئة اللي أطوالهم بتبقى من 160 ل 170. تمام كده اتفقنا. نيجي بعد كده بيقول لي في مصانع الملابس الجاهزة أو في الشركات الخاصة بإنتاج الملابس بيعتمدوا على الجداول القياسية المقسمة تبعا للطول. خلاص يبقى احنا في المصانع مش هياخدوا بالمحيطات أو بالمقاسات، يعني مش هينفع ياخدوا مقاس كل فرد، ففي الحالة دي بياخدوا الجداول القياسية اللي هي مقسمة تبعا للأطوال. فهنلاقيها الجداول دي متقسمة معايا لثلاث فئات، الجداول المقاسات ذو القامة القصيرة، وده اللي بيكون طول النساء فيها بيتراوح من 152 ل 160 سنتي، في جداول مقاسات ذو القامة العادية أو المتوسطة، ودي اللي بيتراوح طولهم من 160 ل 170 سنتي، في جداول مقاسات ذو القامة الطويلة، وده اللي بيتراوح طول النساء فيها من 170 ل 177. يبقى احنا كده مع بعض في الاول عرفنا شروط اخذ القياس، وعرفنا ان هم 5، اخذنا مع بعض طريقة اخذ القياسات نفسها، وعرفنا كل قياس بيتاخد ازاي حوالين الجسم، عرفنا يعني ايه مفهوم مقاس الملابس، وعرفنا ايه هي الجداول القياسية. باقي بس حاجة بسيطة، اعرف ازاي اطلع مقاس من الجدول القياسي. تعالوا كده نشوف مع بعض. هنا في جدول المقاسات الخاص بالسيدات اللي قلنا الطول بتاعهم 168 مثلا، عندي المقاسات متقسمة 34 36. انا والله انا اخدت عايز اعرف او اطلع المقاس بتاعي من جدول القياسات، كل اللي انا هعمله ايه؟ لو انا هعمل بلوزة او فستان او اي حاجة او تيشيرت مثلا، المقاس الاساسي اللي انا بحتاجه لرسم البطرون في الجزئية او في الجزء العلوي من الجسم هو محيط الصدر. ففي الحالة دي انا بعرف محيط الصدر بتاعي او بتاع الشخصية اللي انا هعمل لها البطرون بتاعها ده ايه او كام، على اساس محيط الصدر بطلع من جدول القياسات. طيب لو انا هعمل جيبة او بنطلون او شورت، المقاس الاساسي اللي انا بستخدمه لرسم البطرون الخاص بالجزء السفلي من الجسم هو محيط الارداف. لازم اعرف الشخصية اللي قدامي اللي انا هعمل لها البطرون بتاعها ده محيط الارداف بتاعها كام، وبطلع باقي القياسات بناء على القياس ده من الجدول القياسات. طيب لو انا هعمل مثلا قميص رجالي بعتمد على محيط الرقبة، يبقى في الحالة دي ببص في جدول القياسات على محيط الرقبة كام، وعلى اساسه باخد باقي القياسات. طب نشوف كده مع بعض. لو انا محيط الصدر لو جيت قست للشخصية اللي انا اخدت لها المقاسات بتاعتها كان 104، فانا ببص كده في جدول قياسات محيط الصدر هنا اهو، بدور في 104 في 104 اهو، بلاقي ان ده 104. ده كده لو انا هعمل بلوزة او فستان اهو، لقيت المقاس 104 من غير بقى ما اكمل للشخص اللي قدامي ده بقيت مقاساته، باخد انا الخط الطولي ده كده، دي كلها المقاسات الخاصة بيه. يعني ال 104 ده كان محيط الصدر، اللي تحته 86 ده بقى محيط الوسط، ال 112 اللي بعده ده عرض ده معلش محيط الارداف، عرض الصدر 31.5، طول الصدر 49، وهكذا. خلاص يبقى انا بناء على المنتج اللي انا هنفذه او اللي انا هعمله البطرون باخد المقاس او القياس الاساسي اللي انا محتاجه لرسم البطرون ده. اتفقنا في البلوزات او في الفساتين بيبقى محيط الصدر، اتفقنا في الجونيلات او البنطلونات او الشورتات بيكون محيط الارداف هو الاساس عندي ببص عليه، وعلى اساسه باخد باقي القياسات بتاعته. والله لو انا هعمل قميص مثلا بيبقى بالنسبة لي محيط الرقبة، وهكذا. خلاص يبقى عرفنا ساعتها انا بطلع القياسات الشخصية بتاعتي من الجداول القياسية ازاي. كده ده الجزء نظري. نيجي بقى بعد كده نبدأ مع بعض
ونشوف ازاي ارسم النموذج الاساسي للكورساج الحريمي، طريقة رسم النموذج الاساسي للكورساج الحريمي. مبدئيا كده انا عايز اعرف يعني ايه كلمة كورساج. الكورساج ده هو الجزء العلوي من الجسم. ازاي يعني ايه الجزء العلوي من الجسم؟ يعني بيبتدي عندي من منطقة الرقبة لحد منطقة الوسط او الارداف. ده الارداف يعني بيكون هي انسب مكان، يعني هو الجزء العلوي للجسم كله من الرقبة لمنطقة الارداف. تمام، يبقى ده الكورساج هو من الرقبة، او هو الجزء العلوي بتاعي اللي هو مكانه من الرقبة للأرداف. طيب نيجي نشوف كده شكل الباترون اللي انا عايزة اعمله. الباترون النهائي بتاعي هيبقى بالمنظر ده. تمام، في عندي اطوال، في عندي عروض، في عندي عمق للرقبة اهو، وعندي بنسة صدر. كل الكلام ده هنشوف مع بعض كده خطوة خطوة هنمشيها ازاي. تمام، ده الشكل النهائي اللي انا احب اوصله. هيفيدني في ايه الكورساج ده؟ هيفيدني في عمل الباترون الخاص بالبلوزه، هيفيدني بعمل الباترون الخاص بالفستان اللي ان شاء الله هناخد عليها موديلات بعد كده. نبدا مع بعض كده القياسات المطلوبه عشان خاطر ارسم الباترون ده. محيط الرقبه وهنلاقيه مع بعض كده 40.4، محيط الصدر 102، محيط الارداف 107، طول الكتف 13 ملي، طول الظهر 41.5، طول الجنب 21.5، عمق الإبط 22.5، عرض الصدر 36.5، عرض الظهر 37.8، وحجم بنسة الصدر 8.8. يبقى احنا القياسات المطلوبة عندي 10 قياسات. يبقى لازم نبقى مركزين مع بعض كده. انا علشان اعمل الكورساج الاساسي الخاص بالملابس الحريمي محتاج معايا 10 قياسات لازم اخدهم للشخص اللي هبدأ معاه او هرسم له الباترون بتاعه. اول خطوة معايا هنرسم الخطوط الأساسية للكورساج بتاعنا، اللي هي الخطوط الطولية والعرضية اللي هتمشي معايا لجزئية الأمام وجزئية الخلف. طبعا احنا من اول ما ابتدينا من سنة اولى احنا بنعرف ان احنا بنرسم نص الجسم فقط، نص الجسم فقط، يعني انا برسم نص للخلف ونص للامام. طيب ليه برسم نص؟ لان انا عندي الجزء اليمين من الجسم مطابق للجزء الشمال، خلاص. فانا لو عملت نص امام بس وتنيته او حطيته على القماش وهو متني طبقتين، لما باجي اقص بيطلع لي الناحيتين اليمين والشمال. ونفس الحكايه في الخلف، لما بعمل على نص خلف بس وبحطه على القماش متني او على القماش طبقتين بيطلع معايا المنتج يمين وشمال على طول. طيب الكلام ده لو انا هعمل انتاج فردي، خلاص. لكن في الانتاج الكمي اللي هو الخاص بالمصنع اللي هو الكميات الكبيره، لا ما بينفعش، لازم اعمل يمين واعمل شمال، خلاص كده. يبقى لازم ناخد بالنا من الكلام ده لو انا هعمل انتاج فردي لفرد واحد هنتج له منتج، او الكلام ده موجود في ورشة صغيرة فانا بعمل بتني القماش بتاعي، تمام، فبيطلع معايا طبقتين تلقائي يمين وشمال. لكن احنا في المصنع بيبقى على قماش مفرود، خلاص. فببقى محتاج للبطرون اليمين اعمل بطرون لليمين وبطرون نفس الحكاية للجنب الشمال. نشوف مع بعض كده اول خطوة معانا اهو. بيقول لي هنبدأ مع بعض من نقطة صفر، تمام. هحط نقطة صفر، بيقول لي ويرسم خط عمودي وآخر أفقي جهة اليمين بدون قياس. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا كده معايا، اديني حطيت نقطة صفر، نزلت منها خط عمودي لتحت وخط أفقي جهة اليمين بدون قياس. نشوف مع بعض كده هنرسم ازاي. ادي بالنسبة لي نقطة صفر، تمام. هاجي بالمسطرة بتاعتي، هرسم خط كده عمودي تمام، وادي الخط الافقي. خلاص كده نيجي الخطوة اللي بعديها. بيقول لي من صفر لواحد
1.5 سنتي لأسفل. طيب خدوا بالكم، أنا برسم هنا بالمقاس المصغر بتاعي، يعني بعمل مقياس رسم. احنا متعودين ان في عندي مقياس رسم في 1 لـ2، 1 لـ3، 1 لـ4، يعني نص مقاس، تلت مقاس، ربع مقاس. طبعا بما ان احنا بنرسم في الملابس الحريمي يعني الحجم كبير، فاحنا بيبقى مقياس الرسم بتاعنا من 1 لـ4. معنى كده ان القانون اللي انا هعوض بيه بالارقام، الرقم الناتج النهائي اللي بيطلع لي لازم اقسمه على 4 علشان يتناسب معايا مع حجم الورقة اللي انا بشتغل بيها. هنشوف مع بعض كده. يبقى انا عندي قلنا من 0 لـ1 ده 1.5 الاسفل. طب بمقياس الرسم بتاعي لما هقسمه على 4 هيطلع كام؟ هيطلع 4 من 10، 4 ملي معايا. نشوف كده. يبقى انا هقيس من نقطة 0 لتحت رقم 1 4 ملي اهو، ادي هنا 0 وادي هنا الواحد اهو بالنسبة لي، وهشد منها خط بالعرض كده صغير. تمام كده. نيجي نشوف الخطوة اللي بعديها. بيقول لي من 1 لـ2 كده القياسات بتاعتي اللي هبتدي بيها من اول النقطة دي، هقيس من نقطة 1، يعني هنسى نقطة 0 شوية. من 1 لـ2 بيقول لي عمق الإبط زائد 0.5 سنتي. في المقاسات اللي احنا كنا لسه واخدينها للشخص اللي كان قدامي، كان عمق الإبط عنده كام؟ كان 22.5، او السيدة اللي انا لسه واخده القياسات بتاعتها عمق الإبط بتاعتها كانت 22.5. القانون بيقول لي عمق الإبط زائد 0.5 سنتي، يبقى ال 22.5 زائد 0.5 يطلع لي 23. طب ده بالمقاس الطبيعي، 23 سنتي ده بالمقاس الطبيعي. طب بمقياس الرسم لما هقسم على 4 هيطلع لي 5.8. يبقى انا محتاجة كده اقيس من نقطة 1 لنقطة 2 8.5. شايفين كده معايا؟ ادي نقطة 1 هقيس منها وانزل لتحت لنقطة 2، اتفقنا 5.8 اللي هو كان القانون بتاعها، عمق الإبط زائد 0.5 سنتي. اتمنى منكم تركزوا معايا في القوانين، علشان القوانين دي طلب منك في الامتحان تكتبها ما تكتبهاش، يفضل ان حضرتك تكتبها. الخطوات مفيدة جدا معانا اهي، وهسميها نزلت من 1 لـ2 5.8 وكتبت رقم 2، وهشد منها خط بالعرض كده بدون قياس. تمام. نيجي الخطوة اللي بعديها، من 1 لـ5 اهو برضو بيكرر لي من نقطة 1، من 1 لـ5 القانون بتاعها بيقول لي طول الظهر، لا في زيادة ولا حاجة، هو من 1 لـ5 طول الظهر. طب في المقاسات السيدة اللي احنا كنا لسه واخدين لها كان طول الظهر 41.5. طب بمقياس الرسم لما هقسمه على 4، 10.4. يبقى انا هقيس معايا من نقطة 1 لنقطة 5 10.4 اهو، من نقطة 1 لتحت نقطة 5 10.4 اهو. وسميتها رقم 5، وشديت منها برضو خط بالعرض كده بدون قياس. تمام. اجي الخطوة اللي بعديها، بيقول لي من 5 لـ7، من 5 لـ7 الطول من الخصر للأرداف. هو الطول من الخصر للأرداف ده اللي هو كان بالنسبة لنا كان طول ايه؟ اه سامعاكم مظبوط، بتقولوا معايا ده كان طول الجنب اللي احنا اتفقنا في طريقة اخذ القياسات، كان من الشريط اللي احنا لفينه حوالين الوسط لأعلى ارتفاع موجود في الجنب اللي هو كان موازي لخط الأرداف. يبقى من 5 لـ7 اللي هو طول الجنب اللي هو 21.5. طب بمقياس الرسم معايا بقى كام؟ 5.4. مقياس الرسم لما قسمته على 4، احنا شغالين بربع مقاس، يبقى 21.5 بقى بربع مقاس 5.4. بقيس من نقطة 5 لـ7، بصوا كده معايا، من نقطة 5 لـ7 5.4 اهو. نيجي كده مع بعض. لهنا اهو، سميها رقم 7، واشد منها خط بالعرض بدون قياس. تمام كده. طيب حد هيجي يقول لي دلوقتي، طيب فين الارقام اللي كانت من
من 2 لـ 5، وفين الأرقام اللي موجودة من 5 لـ 7؟ يعني في 2 و4 مش موجودين، وفي رقم 6 مش موجودين. هي هنلاقيها دلوقتي الأرقام اللي قصاد، يعني 2 هنلاقي قصادها 3، 5 هنلاقي قصادها 6، وهكذا. فهنشوف مع بعض في الخطوات، هي هتطلع معايا تلقائي. الخطوة اللي بعديها بيقول لي من 1 لـ 10، من 1 لـ 10، كل ده أنا لسه بقيس من نقطة 1. خمس عمق الإبط، خمس عمق الإبط ناقص 7 من 10. عمق الإبط كان في المقاسات كام اللي احنا خدناها للسيدة اللي كانت معاها؟ قال لي كان 22.5. خمسها يعني هقسمها على الخمسة، هحسب حسبتي دي الأول، الـ22.5 على الخمسة، الناتج اللي يطلع من الاتنين دول أطرح منه 7 من 10 اللي هو كان بقية القانون، هيطلع معايا 3.8 من 10. طب بمقياس الرسم، مقياس الرسم اللي هو الربع قياس اللي هو أنا هقسمه على الأربعة، هيطلع بالتقريب 1 سنتي. ادي كده الخطوة معايا، بقيس من نقطة 1 لأسفل اللي هو 5 عمق الإبط ناقص 7 من 10 اللي هو هيطلع معايا بمقياس الرسم 1 سنتي، اهو قدامكو. هنقيس اهو واحط نقطة 10 وهشد منها خط عرضي بدون قياس، تمام. هو للأسف وقت حلقتنا خلص معاكم، ابتدينا مع بعض كده نراجع سريعا، اخدنا مع بعض شروط اخذ القياس، عرفنا مع بعض ازاي اقدر اخد قياسات الجسم البشري، عرفنا مع بعض مفهوم قياسات الملابس، وعرفنا ايه هي الجداول القياسية سواء كانت دولية او محلية، وايه الحاجات اللي بتميزها، عرفنا ازاي اقدر اطلع المقاسات الشخصيه من جدول القياس، وابتدينا مع بعض في خطوات الاساسيه لرسم الكورساج الحريمي اللي هيفيدني في رسم البلوزه والفستان الحريمي. ان شاء الله نكمل بقيه الخطوات مع بعض باذن الله في الحلقه القادمه، واشكركم والى اللقاء.